غسلتني يا رب من كل ذنوبي وخطاياي، جعلتني ملك وكاهن لله الآب. هللويا. لك المجد والسلطان إلى أبد الآبدين. آمين آمين آمين. الذي أحبنا، الذي ولتبني عرشك بنا
أنا علي صوتك وصلي هقوله ولتبني عرشك. قوله أنت ملكي وحدك أنت الملك يا رب. ولتبني عرشك بنانا روح الله تعالى الآن. وكل ما ندعوك تأتي وكل ما ندعوك تأتي. قوله بدعوك النهاردة لقلبي يا سيد. علي صوتك وقوله الكلمات دي. قوله بدعوك النهاردة أنك تيجي وتملك وتخلص يا سيد. وكل ما ندعوك تأتي روح الله تعالى الآن. وكل ما ندعوك تأتي وكل ما ندعوك تأتي كل ما ولد ليملك. مش يملك على أرض وتراب لكن يملك على ناس يملك على بشر يملك على قلوب. والنهاردة وإحنا داخلين على نهاية السنة خلاص قول يا رب أملك على قلبي النهاردة أملك على قلبي بالكامل. قولي له كده وانت قاعدة بتصلي قولي له يا رب مش عايزة يبقى فيه جزء في حياتي لسه مش ملكة. يا رب بنعظمك بنمجد اسمك ولدت على أرضنا لتخلص شعبك من خطاياهم ولدت على أرضنا لتملك يا سيد لتكون ملك ملك على القلوب. يا رب انت قلت مملكتي ليست من هذا العالم. انت جاي تملك على قلوبنا احنا وجايين يا رب النهار نقول لك ليك الحق انك تملك. يا رب ليك الحق انك تملك لنمو رياستك وللسلام لا نهاية. انت الرئيس انت السيد يا سيد. بنعظمك بنبركك بنعليك بنقول لك يا رب خلي قلوبنا النهاردة العرش المريح ليك يا رب. لا نهاية لا نهاية لا نهاية لنمو رياستك لنمو رياستك. لا نهاية ستملك وستملك للأبد ستملك للأبد على أرضنا يا يسوع ستملك يا ربنا نهدي لك إكرامنا ونطرح أكليلنا أمام عرشك في سنة. نأتي لك يا ربنا نهدي كل إكرام. عندي صوتك قولها له قوله بعظمك ونطرح أكليلنا أمام عرشك في سماك. ما أبهاك ما أبهاك ما أروعك ما أشهاك. أنت القدوس مستحق وحدك كل الكرامة والسلطان. ما أبهاك ما أبهاك ما أروعك ما أشهاك. أنت القدوس مستحق وحدك كل الكرامة و... يلا قول له بعظم اسمك. هاليلويا بنباركك يا رب
القدير، أنت القدير رب مشير، أنت العلي لا سواك، نعظمك نعظمك نباركك نباركك. أمين. أنت ربي القدير، أنت العلي لا سواك، ما أبهاك ما أبهاك وأروعك ما أشهاك، أنت القدوس مستحق وحدك كل الكرامة والسلطان، ما أبهاك وأروعك ما أشهاك، أنت القدوس مستحق وحدك. هللويا. نأتي نأتي لك يا ربنا، نودي لك إكرامنا، ونطرح أكليلنا أمام عرشك في سماء. هللويا. ما أبهاك ما أبهاك، علي صوتك وافرح بإله، قل له بدي كل المجد يا رب. هللويا. مستحق وحدك كل الكرامة والسلطان، وتوبوه وتوبوه. قلها بإيمان، هو وحده الرب ولا لسه ليك حد تاني تجري عليه؟ قل له انت وحدك ربي. هاليلويا. وحده ربك على الكل بقوة، دعوا الملائكة له تكتب وتسجد، دعوا الملائكة له تكتب وتسجد. مرة تاني ارمي كل غالي مكانك. ده اللي بتتابعنا بيقول لك تعالى سير إليه، اجري على حضنه، سيروا وعاجلوا إذن إليه كلكم، سيروا وعاجلوا. نورا لمترنيمة القادمة وحده. هاليلويا. على الكل ونبتغي تتويج يسوع ربا على الكل. هاليلويا. ليت لنا مع معشار القدس اشتراكا تام، وعند أقدام وعند أقدام دام المسيح نكثو بالاحترام، وعنده
ما فيش تاني ملامة مهما كان يا رئيس السلام يا رئيس السلام يا مالك السلام يا إله السلام أمرنا بسلامك يا رئيس السلام يا مالك السلام يا إله السلام بنستنى هاليويا تعالى واهدي الحيارة واللي تايه قول له زورني زيارة جديدة عشماني زورنا زيارة ليلة ما تخطر عالباب حط ايدك علينا صالحنا يا فادينا مع الله وخلينا في سلام يا رئيس السلام يا مالك السلام يا إله السلام اغمرنا بسلامك يا رئيس كله النهارده شاركوا مشاكلك دي العواصف بس انت بر امان رسينا البر الامان ناس كتيرة تعبانين وانت موجود يا سيد انت موجود انت موجود وحاضر يا رئيس السلام يا مالك السلام يا اله السلام امرنا بسلامك يا رئيس السلام يا مالك السلام يا اله السلام بنستنى الشعوب الحرب عادي زمن قلي في الامان والكروب حوالينا زادت فوضى في كل مكان في اسم يسوع اطرح عنا كل خوف طمنا عايزين نشوف شخصك الملك شخصك في كل الظروف يا حنان يا رئيس السلام يا مالك السلام امرنا بسلامك يا رئيس يا مالك السلام يا إله السلام بنستنى والبيوت اللي قسمها إبليس عدو كل خير ضمها تاني يا رب الحضنك علي صوتك صلي لغيرك النهاردة طالبينك وحدك لا غير اشفي تعالى واشفي القلوب من الجروح ومن العيوب والبعيد خليه يتوب هاليلويا يا رئيس السلام يا مالك السلام هللك يا رب من كل قلبي بشكرك مرة تاني هنقول نتملي بسلام سماوي في اسم يسوع نتملي بسلام سماوي ونعظم اسم عظم اسم وانت في مكانك دلوقتي والتهليل يعلى له تاني مع الشكر مرة تاني هنقول نتملي بسلامك يا رب نتملي بسلام سماوي ونعظم تعالى بسلامك في اسم يسوع التهليل مرة تانية هنقول نتملي بسلام سماوي لو عندك مشكلة لو عندك أي تحدي بشجعك تاني قبل ما نقول الكلمات دي وانت في مكانك وانت داخل على سنة جديدة لو عندك أي تحدي أي تحدي أكبر تحدي أكبر مرض أكبر مشكلة أكبر حرب أكبر حرب أكبر اهتزاز في إيمانك أكبر شرخ في حياتك أكبر خوف أكبر ألم أكبر ضيق حطه النهاردة قدام اسمه حطه النهاردة قدام اسمه ده مش مجرد تشجيع ده الكتاب هو اللي بيقول كده حطه قدام اسم يسوع اسم يسوع أعظم اسم يسوع أقوى نتميلي بسلام سماوي ونعظم اسم المسيح
والتهليل يعلى له تاني مع الشكر والتسبيح. هي دي علامتي، هي دي العلامة، ذبايح السلامة، ما فيش تاني ملامة مهما كان. يا رئيس السلام، يا ملك السلام، يا إله السلام، أمرنا بسلامك يا رئيس السلام. هاليلويا السلام بنستهل. ارفع ايدك عالية لفوق، ارفع ايدك عالية لفوق، كرامة للقدوس تعالى حساب دم صليب وضعفتنا. اسم يسوع بندوس يا رب ضعفات. هللويا. روحه ساكن، روحه الساكن فينا يرشد ويعزينا. هللويا. هو فخري قوم واهتم واديله المجد، هو الفخر لينا. تسبيح ونشد للمسيح، هو الاسم الغالي العالي. هللويا. علي صوتك المسيح، هو الاسم الغالي العالي لكل المديح، هو شفيع الناس وبدمه الخلاص، هو شفيعي. هاليلويا. قوم رنم واديله المجد، سقف يلا الرب بيدك، سقف يلا الرب بيدك، وارفع احلى نشيد، خلى حضوره ومجده فينا يوم ورا يوم بيزيد. يلا الرب بيدك، هللويا، خلى حضوره ومجده فينا، المسه بشكل مختلف، هللويا، المس مجد الآب، باسم يسوع، افتح قلبك باب، ومهلل واديله المجد، جاي على السحاب، علي صوتك بالتسبيح، وانشد المسيح، ده هو الاسم الغالي العالي. هاليلويا بالبركة. علي صوتك بالتسبيح وانشد المسيح، هو الاسم الغالي العالي في كل المديح، ده هو شفيع الناس والدم الخلاص، هو شفيع الناس والدم الخلاص، ومهلل واديله المجد وراحوا للمميرات. هاليلويا. خلينا نكرم رب تقديم عطيه. وانت بتشكر ربنا وبتعظمه، هو الملك، بس هو مش اي ملك، هو ملك بار، هو ملك صالح، هو ملك صالح يرد ليك النهارده افراحك. بصلي النهارده ان كل شخص جاي النهارده داخل من باب حزين او حتى بتشاهدنا، كل شخص حزين النهارده بيقول لك خليني املك، بيجي بالفرح، ملك مفرح، بيفرح القلوب، بيفرح القلوب. وانت في مكانك، وانت في مكانك، قول له يا رب تعالى النهارده في نهايه سنه وبدايه سنه جديده، قول له يا رب تعالى املك على قلبي بافراحك يا رب، املك على قلبي بسلامك. اله المجد ملكي، رب الحياه في داخلي، كل الحياه ملك ليك. وانت بتقدم له حياتك دلوقتي مره تاني على المذبح في نهايه السنه، تقول له يا رب انت اله امين، انت اله عظيم، انت اله امين، انت ملك عظيم يا رب. خلينا نقول الكلمات دي. اله المجد ملكي، رب الحياه في داخلي، كل الحياه ملك ليك، كل الحياه. إله المجد مالكي، رب الحياة، رب الحياة في داخلي، الكل قاد وهبتني في المسيح، في المسيح رفعتني. إله رب الحياة في داخلي، الكل قام وهبتني.
بسلم لك كل قلبي النهاردة. مين يقول له رب أنا جاي بسلم لك حياتي، سلم لك رب ذهني ومشاعري، سلم لك رب حاضري، وبسلم لك ماضية، بسلم لك بالطبع مستقبلي. يا رب يا رب أنا بسلم لك الكل 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 يا رب، بسلم لك بيتي وعملي، الكل يكون لك أنت وحدك. مين يقول له معانا قبل ما نكرر مرة كمان الكلمات ديت، يرفع قلبه معايا كده، ارفع قلبك وارفع كده كيانك الملك، الملك حاضر في هذه الليلة، يسوع حاضر. إخواتي الأحباء بيتابعونا بيشاهدونا، يسوع موجود في الوسط في هذه الليلة. قولوا بسلم لك يا رب جروحي، بسلم لك يا رب تعبي ومرضي، بسلم لك يا رب قيودي وخطيتي، بسلم لك يا رب كل شيء في حياتي، بسلم لك مواردي المالية، بسلم لك طموحاتي ورغباتي، بسلم لك يا رب ضعفي وانكساري، بسلم لك مشكلتي، بسلمك الكل يا سيد الرب. يا رب كل شيء لك أنت وحدك، أنت وحدك. إله المجد مالكي رب الحياة في داخلي، الكل قاد وهبتني في المسيح، في المسيح في أي جزء في حياتي وحياتك لم تسلمه بعد للرب؟ أي جزء؟ هل رغباتي وطموحاتي وأهدافي؟ هل عملي وفلوسي؟ إيه الجزء اللي لم أسلمه بعد للرب؟ الرب عايزك ما تودعش السنة دي إلا ما تكون سلمت كل شيء للرب. مين والأمين؟ وضعت كل شيء في المذبح، وضعت تعبك وضعفك وذهنك المضطرب ومشاعرك اللي فيها لخبطة، وودعت كمان كأبتك وحزنك ويأسك وضيقك، حطيت كل ده، حتى الأمور اللي انت شايف انك قوي فيها وحلو فيها وأحسن حاجة فيها برضو بتحطها على المذبح وتقول يا رب أنا كل الحياة ملك ليك يا رب. مين يقول له أمين؟ كل الحياة ملك، كل عمري ملك ليك يا رب، أحيا لمجدك أنت وحدك، أجث لك وأعبدك. نقول مع بعض السطرين الأخرانيين دول مرة كمان، لو أنت عايز تقدم قلبك حقيقي للرب وتقول له مش هرجع تاني في 22 يا رب، مش هرجع تاني أمسك بالقيادة، مش هرجع تاني يا رب أمسك بالعجلة الدركسيون بتاع حياتي، مش هرجع تاني أعمل كده، مش هرجع تاني يا رب أضع
حدود ليك، مش هحط حدود ليك، أنا هسيب لك الحدود مفتوحة وحيثما تقودني أسير يا رب. وعلى فكرة الرب أوقات بيقودك في أماكن تبدو ليك غريبة، تبدو ليكي مش طبيعية قوي، زي ما كده قال إبراهيم اطلع في مكان ولا أنت تعرفه فين، حاجة غريبة. الرب عايزك لا تضع له حدود، عايزك تضع حدود الخطية نعم، حدود للناس، لكن لا تضع حدا للرب. لو أنت عايز تعيش الحياة دي الوقت الجاي أقف معايا، أقفي معايا قبل ما نكمل وقت العبادة بتاعنا. كل الحياة ملكا ليك، كل الحياة ملكا لك، عمري أحيا يا رب، عمري أحيا لمجدك، لمجدك أبدو لك، لك وحدك للأبد أنا لك. ارفع قلبك معي يا رب، كل الحياة، كل الحياة ملكا لك، عمري أحيا لمجدك أدعو لك، لك وحدك للأبد أنا لك، للأبد أنا لك يا رب، للأبد أنا لك. وانت واقف كده ارفع ايدك معايا شعب الرب، قول يا رب اسلمك كياني، بسلم لك كل حجرات قلبي، بسلم لك كل منطقة في حياتي، بسلمك إمكانياتي ومواهبي، كل الأفكار اللي عندي، كل طموحات اللي عندي، بسلمك الكل. أنت تستحق رب أن تأخذ الكل، أنت تستحق أن تأخذ كل شيء. مين هيقول يا رب أنا بفتح إيدي الآن بسلمك الكل يا رب، بسلمك الكل، بسلمك الكل يا رب، بسلمك. ما يعودش فيه تاني يا رب لغة حاجة بتاعتي، لا بيتي ولا أولادي ولا فلوسي ولا خدمتي ولا عملي ولا دراستي ولا إمكانياتي ولا علمي ولا شهادتي، يرجع الكل لك أنت وحدك. كل الحياة ملكا لك يا رب، عمري أحيا لمجدك يا رب، أعبدك من قلب مخلص، من قلب أمين، من قلب وديع متواضع. افتح ايدك معايا قول له يا رب النهارده، يلا شعب الرب نفسي كلنا كده نصلي بصوت واحد، اللي واقفين واللي قاعدين ايضا، لو انت مش قادر تقف معانا تعبان جسديا خليك قاعد، بس ارفع ايدك كده قول يا رب انا بسلمك الكل. تعالوا كمان نرفع اصواتنا واحنا بنصلي، يلا يا شباب والشابات الموجودين في المكان، عايزين نسلم عمرنا الجاي للرب يا جماعه. مين يقول له امين يا سيد الرب؟ مين يقول له من الشباب معايا هنا يا رب بسلمك العمر الجاي، لا اعيش للخطيه ولا اعيش للناس ولا اعيش يا رب للعالم ولا أعيش يا رب للانكسار ولا أعيش للأمور المظلمة، أنا عايز أعيش في النور، عايز أعيش لك، مش عايز أعيش يا رب في يأس ولا إحباط. أنت وعدت أن أكون رأسا لا ذنبا، عايز أعيش في الارتفاع دايما يا رب، عايز أعيش في النصرة دايما، عايز أعيش بقوة روحية، عايز أعيش ملك ليك يا رب، عايز أعيش في القداسة في الطهارة، عايز أعيش في الإيمان في الرجاء في المحبة، عايز أعيش في فرح وسلام. ارفع قلبك معايا في هذه الليلة يا رب، احنا جايين نسلم الكل لك في هذه الليلة، نسلم لك الكل في هذه الليلة، نسلم لك حياتنا بجملتها بجملتها بجملتها، عمري أحيا لمجدك. هللويا هللويا هللويا، كل الحياة ملكا لك، عمري أحيا يا رب ليك، عمري أحيا، قولها من قلبك وصدق وأمانة، لمجدك أكثو لك، لك وحدك للأبد أنا لك، كل الحياة ملكا لك، للأبد أنا لك.
منذ الآن فصاعدا يا رب نكون لك، منذ الآن فصاعدا لن نكون للعالم ولا لأنفسنا ولا للناس، لكن لنكون لك أنت وحدك يا رب. يا رب كل كياننا وكل حياتنا، كل ماضينا وحاضرنا، كل ما نعمل، كل علاقاتنا، كل شيء يا رب، الشغل والدراسة والخدمة والكنيسة والبيت والعيلة والماضي والضعف والقوة واللي عندنا واللي بنفقده والفرص اللي قدامنا والفرص اللي ضاعت مننا، وكل شيء نسلمه لك يا سيد الرب. ماذا تريد منا يا رب؟ ماذا تريد منا إلا أن نتقيق ونحفظ وصاياك، لأن هذا هو الإنسان كله. ماذا تريد منا إلا أن نحبك ونعبدك من قلب طاهر، نحبك ونعبدك ونسير خلفك ونحفظ وصاياك. يا رب عايز أنت تشوفنا مؤمنين حقيقيين، لا للأقنعة فيما بعد، ولا للرياء فيما بعد، ولا للضعف فيما بعد، ولا لعدم لعدم القداسة رب فيما بعد. يا رب لا لحياة العوجاج وعدم الاستقامة، لا للأفكار الشريرة والنظرات الشريرة والقلوب يا رب المنجذبة نحو الأمور الأرضية والنجاسة والهوى والزنا، لا لهذه الأمور فيما بعد. نعيش بالقداسة أمامك يا رب. مين يرفع إيده معايا يا جماعة يقول له يا رب أنا أعيش بالقداسة الأيام الجاية؟ يا رب أنا هعيش يا رب النهاردة بقوة الروح. أنا عايز أودع في توري، أنا عايز أودع في ناس فينا ربما يكونوا قاعدين بقالهم سنين في دوائر مفرغة من الفتور الروحي ومن الملل ومن نفس المنطقة الروحية. الرب النهاردة عايزك تودع هذه المنطقة في اسم الرب يسوع. لا لنفس الجبل ولا للقعود في نفس الجبل ولا للدوران نحو حول هذا الجبل، لكن نعم للتقدم للأمام في حياتنا الروحية. تكون أمينا مع الرب في كل ملكة، تكون أمين، تكوني أمينة مع الرب. هللويا 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 هللويا. قدم ذاتي يا رب النهاردة، أنا أول واحد في إخواتي يا رب. بصلي من أجل كل مشاهد ومتابع الآن في أي مكان حول العالم، أنت تزور وتتلامس مع كل نفس يا رب. يا رب يا رب بشكرك وبعظمك لأنك معنا ولن تتركنا أبدا، ولك المجد والكرامة إلى الأبد. آمين آمين. هللويا. كل سنة طيبين. آخر أحد في العام، عام 21، والحد الجاي هيكون أول أحد في عام 22. وكلما الوقت يمضي نقترب من مجيء المسيح، مش كده برضو؟ ده الكتاب يقول، بيعلمنا كده الكتاب انه لما الوقت يفوت يبقى الرب قرب يجي. كم واحد واثق ان الرب قرب يجي؟ امين، مش كده؟ الرب قرب يجي فعلا. كم واحد عايز الرب يجي؟ ها، كلنا عايزين الرب يجي. امين في اسم يسوع. صلي من قلب ان الرب يملأ قلبك بهذا الشغف انه الرب يجي، والرب يكون مركز تفكيرنا، وهو مركز الدائرة، هو اللي جالس على العرش، هو متحكم في العرش، هو كل شيء، هو كل شيء. بصلي أيضا أنه الرب يشجعك أنك تخرج برا أي دائرة أنت دخلت فيها بقالك فترة. فين دائرة المفرغة اللي بتبدأ من نقطة ترجع تنين نفس النقطة؟ ربما تكون الدائرة دي هي دائرة العمل الكثير وإدمان العمل، أو ربما تكون دائرة فتور روحي وعدم كده فرح بالرب وشعور كده بالنشوفة. ربما يكون الدائرة اللي دخلت فيها دائرة من وقوع في خطية معينة مش عارف تخرج منها. ربما تكون الدائرة دائرة الخمول والكسل وعدم خدمة الرب بأمانة. ربما تكون الدائرة دي دائرة ليها علاقة بعلاقات معينة، أو في بيتك، أو في أي شأن من شؤون الحياة. الرب عايزك تقول له باسم يسوع أكسر الدائرة اللي أنا واقف فيها دي. مين يقول أمين معايا؟ والرب وعد انه يغيرك. بالمناسبه يعني الرب وعد انه يغير كيانك. الرب عايزك تصدق فيه. كم واحد مصدق في الرب؟ الرب عايزك تصدق فيه. الرب عايزك تصدق انه عنده مخازن من الفرح والسلام والطمانينه والشبع ووجود المعنى. اخواتي الاحباء، الناس اللي مش لاقيه معنى في الحياه، مش لاقيه طعم اللي بتعمله، ليه؟ لأنه هو بيحاول بنفسه يجد الحاجات دي. لو كل ما تحاول بنفسك تجد الحاجات دي لن تجدها أصلا، لكن هتلاقيها في شخص واحد بس. مين هو يا جماعة؟ شخص الرب يسوع المسيح. فالرب واعد، عنده مخازن ملقانة من الشبع والسرور وأمور عظيمة جدا جدا. صلي من قلبي أن لا تودع هذا العام دون أن تكون قد تحركت من نفس المكان اللي بقالك سنين قاعد فيه، والرب يقودك من مجد المجد، ومن إيه كمان؟ ومن قوة إلى
القوة. قول أمين معايا في اسم الرب يسوع. عارفين كان الرب وعد شعبه في القديم ببركات جزيلة، الأرض تفيض لبن وعسل، والمزارع تجيب أكلها، والمواشي تجيب إنتاجها، والحياة تبقى هادئة. فكم وكم بالحري، كم وكم بركات الرب للمؤمنين التي لا يعني يسعها تفسير أو أيضا تعريف. رب عايز يباركك، رب عايزك تفرح بيه، رب عايزك تستمتع بيه، رب عايزك تعيش دايما في نصرة، رب عايزك دايما تعيش مرفوع، رب عايزك تروح تنام كل يوم وانت ضميرك مرتاح، مش مأنبك لأنك دست على حد، ولأنك سرقت حد، ولأنك غلطت في كلامه، ولأنك عملت شيء سيء. رب عايزك تروح تنام وانت قرير العينين، لأنه يعطي حبيبه نوما. في اسم الرب يسوع يتحقق هذا في حياتنا. أمين يا شعب الرب. أنتوا نايمين شوية سعانين، الجو يعني معقول كويس. أمين. أمين في اسم يسوع. وصلنا للرسالة الأخيرة في 7 رسائل موجودة في سفر الرؤيا أصحاح 3، نقرأ معا من عدد 14 حتى عدد 22. وشجعك في آخر أحد من العام على الأربع أمور اللي احنا دايما بنتشجع عليهم. أول أمر أنك تثق وتطيع الرب. أمين. أمين. الأمر الثاني، ربنا عايزك تكرر السنة دي اللي هي دخلت يعني 22، أنك لا تترك الاجتماع ولا تترك انتمائك للكنيسة، ولا يكون حضورك استثناء. يعني الحضور الاستثنائي ده ليس تواجد، أنت مفروض يبقى الغياب هو الاستثناء، لكن الحضور هو ده الشكل الطبيعي. طب إيه اللي تنتمي ليه؟ انتمي لمجموعة صغيرة، تجد حد يشجعك ويتابعك، وإنت كمان تخدم الرب وتفرح بالرب وتضعف نفسك. شجعك كمان على انك تخدم الرب بكل امانه، تخدم الرب حسب مواهبك، لا تبخل على الرب باي شيء، لا تبخلي على الرب وقتك ولا مجهودك. طب رقم 4، شجعك في عام 22 انك تعطي بسخاء وبامانه من مالك للرب. مين يقول امين معايا؟ امين. انا يا رب هكون امين في عشوري، انا هطلع عشوري كل شهر، انا مش هستنى لحد ما يكون في مشروع ولا في تنبيه على حاجه في الكنيسه ولا اخر السنه مش هنعمل ايه. لا، انت تكون امين مع الرب حتى لا يتراكم عليك ديون. ها، انت مش شرط تبقى مديون للناس، لكن ممكن تبقى مديون للرب. تقول للرب بقى ما يغفر لي، بقى يغفر لي، فالرب هيغفر لك ماشي، بس يعني في زرع وحصاد برضو. فليجعلنا الرب امناء في اسم يسوع. رؤية 3 من عدد 14، واكتب إلى ملاك كنيسة اللاوديكيين هذا يقوله الأمين الشاهد الأمين الصادق بداءة خليقة الله، أنا عارف أعمالك أنك لست باردا ولا حارا، ليتك كنت باردا أو حارا هكذا، لأنك فاتر ولست باردا ولا حارا، أنا مزمع أن أتقيأك من فمي، لأنك تقول إني أنا غني. ممكن تقروا معايا لو قادرين تشوفوا على الشاشة، وقد استغنيت ولا حاجة لي لا شيء، ولست تعلم أنك أنت الشقي والبائس وفقير وأعمى، أشير عليك وأنصحك أن تشتري مني ذهبا مصفى بالنار لكي تستغني، وثيابا بيضا لكي تلبس فلا يظهر خزي عريتك، وكحل عينيك بكحل لكي تبصر، إني كل من أحبه أوبخه وأدبه، فكن غيورا وتب. وهانذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد وفتح الباب أدخل إليه وتعشى معه وهو معي، من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي كما غلبت أنا أيضا وجلست مع أبي في عرشه، من له أذن فليسمع ما يقوله الروح. والحقيقة كنيسة لاوديكية هي الكنيسة أيضا الثانية التي لم يقل الرب عنها أي شيء إيجابي، زي كنيسة مين؟ ساردوس. لم يقل الرب شيء إيجابي عن هذه الكنيسة، دخل على طول في الوصف ثم بدأ الرب يوجه هذه الكنيسة. وزي ما تعودنا في الأسابيع الماضية، عندما كان الرب يصف نفسه للكنيسة كان يصف نفسه للكنيسة وصفا مرتبطا بحالتها. فالرب لما وصف نفسه للكنيسة دي قال لهم أنا عايز أقول لكم شيء،
انتوا مهما حد قال لكم على حاجه ولا هتقتنعوا بيه، ودايما حاسين نفسكم ان انتوا صح. فانا عايز اقول لكم حاجه عن نفسي بقى، انا الامين. احنا بنقول دايما في نهايه الصلاه ايه؟ امين. بنقول ايه في نهايه الصلاه؟ امين، صح. بس الرب قال انا بقول عن نفسي اسم هنا، ها، الاسم بتاعي الامين. يعني ايه الامين؟ اني انا الوحيد الذي اؤكد واثبت كل شيء. ما هو احنا لما بنقول امين في الصلاه بنقول امين يعني ايه يا رب؟ ثبت، اكد، استجب ما سمع او ما قيل او ما تم الصلاه به. الرب اعطى لنفسه اسم، قال انا الامين، الف بالماده في عليها ماده يعني. فقال انا الامين معناها انا الذي اؤكد واثبت وعود الله. بس كمان معنى الامين في العبري واليوناني ايضا معناها الحق. نقرا الكلام ده مثلا في اشعياء 65 انه اله الحق الامين. في كورنثوس الثانيه كمان 21 بيقول مهما كانت مواعيد الله فهو يسوع فيه النعم، وفي النعم وفيه الايه؟ الامين كمان. رب يسوع يقدر يجمع كل الكلام الحقيقي ويثبته ويؤكده. ولان هؤلاء لم يكونوا يريدون ان يسمعوا تقييما من احد او توجيها من شخص، او ربما كان هم طبعا عارفين حالتهم هنا، بس هم غالبا كان عندهم حاجات كتيره بيمتلكوها. ربما كان عندهم غنى، اكيد عندهم غنى، لو كانت بلد غنيه كان عندهم علم، كان عندهم شهادات، ربما بعض منهم كان عندهم نفوذ، عندهم سلطه، عندهم مراكز مرموقه، ربما بعض منهم كان كبر في السن فشعر ان خبراته العمريه تسمح له بان يكون هو يعني فاهم الامور كلها وعارف طولها بعرضها. فقال لهم الرب ما حدش فيكم قادر يسمع كلمه من حد وشاعر ان الجميع مخطئ. انا عايز اقول لكم حاجه عن نفسي، انا هو الامين، انا اللي اؤكد واثبت. الرب بعد كده فتح قوسين واعطى لنفسه هذه الصفات، انه الشاهد الامين الصادق بدات خليقه الله. الشاهد الامين الصادق بدات خليقه الله، زي ما بيقول كده يعني الكتاب انه كلمه الامين تجمع فيها هذه الصفات الجايه، ان الرب هو الشاهد، هو الذي يعلن. رب يسوع المسيح هو الذي قال عن نفسه كده، لا اتكلم من نفسي بل كل ما يعطيني إياه الآب أتكلم به. أنا الشاهد عن الله، أنا الشاهد عن الفكر السماوي، أنا الذي أعلن فكر الله. بس شهادتي دي كمان شهادة إيه؟ أمينة وصادقة. يعني إيه يا جماعة؟ يعني موثوق فيها. يمكننا أن نثق في كلام المسيح، شخص المسيح يا جماعة يمكننا أن نثق فيه. لدينا القدر الكافي من الحق في كلمة الله ومن الاختبارات الحقيقية أن المسيح موثوق فيه. بالمناسبة في هذا الزمن الموثوقية، كلمة الموثوقية جاية من كلمة الوثوق فيه، الموثوقية قلت جدا، فكلام الناس أصبح بلونين، المعاملات بتاعت الناس أصبحت بشكلين، حتى الصناعات اللي بنستعملها والاكل اللي بناكله مش عارفين له اذا كان صح ولا غلط. يعني تصنيع سيء ويقول لك حاجه كويسه يقول لك مش موثوق فيه. حتى الورق والشهادات كثيرا ما يعملوا ايه؟ يزورونها ويضربوها. فاصبح كلمه اني اثق في واحد اصبحت الى حد كبير نادره. بس عايز اقول لك يسوع النهارده جاي يقول لك يمكنك الوثوق فيا والاعتماد عليا. يمكنك الوثوق في كلامي والاعتماد على شهادتي. انا هو الشاهد الامين الصادق. مش بس كده، مش انا الامين فانا الشاهد والامين الصادق، لكن كمان حاجه ثالثه، انا بداءت خليقه الله. كلمه بداءت خليقه الله لا تعني انه المسيح له بداية، ابن الله هو أزلي،
لكن كلمة بداءة تعني التالي، تعني أنه السيد، تعني أنه صاحب السلطان، تعني أنه حاكم، تعني أنه رأس، تعني أنه رئيس، تعني أنه المصدر، تعني أنه الأساس، تعني أنه الموجد والمنشئ والمسبب الأول للخليقة، تعني أنه أصل الخليقة. المسيح ابن الله أزلي أبدي. نعم المسيح الإنسان له إيه؟ بداية. لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس. لكن شخص الرب يسوع ابن الله، اقنوم الابن، ليس له إيه جماعة؟ بداية. هو أزلي لأنه هو إيه؟ هو الله. كلمة بداية هنا مش معناها أنه له بداية، لكن الترجمة الأدق هو أنه هو المسبب الأول وأنه أصل الخليقة. نفسي أقرأ معاكم آيات جميلة موجودة في رسالة كولوسي أصحاح واحد، لو تفتح معايا كتابك المقدس وهنقدر نشوف الآيات على الشاشة بنعمة الرب. كولوسي واحد بيكلم كلمات رائعة جدا بولس عن شخص الرب يسوع، عدد 16 بيقول فإنه فيه خلق الكل. قول معايا لو قادر تقرأ، ما في السماوات وما على الأرض، ما يرى وما لا يرى، سواء كان عروشا أم سيادات أم رياسات أم سلاطين، الكل إيه؟ به وكمان وله قد، الذي هو قبل كل شيء وفيه. كلمة يقوم الكل معناها أن الرب خلق الخليقة وهو حامل كل أشياء بكلمة قدرته، مش سابها كده تدور 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 وهي لوحدها ماشية نفسها. لا، الرب يقوم فيه الكل وهو رأس الجسد الكنيسة الذي هو البداءة، هو بكر من الأموات، لكي يقول معايا الجاية دي، لكي يكون متقدما في كل شيء. يوحنا واحد بيقول ايه؟ كلمات رائعة جدا في يوحنا واحد، معروفة جدا. يوحنا واحد واحد، في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة. عدد ثلاثة بيقول بقى ايه؟ كل شيء به كان. قول معايا، وبغيره لم يكن شيء مما كان. هو بداية خليقة الله، اي انه هو الاصل والمسبب كل شيء يا جماعة، به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. هذا هو شخص يسوع الذي يعلن ذاته لي ولك في هذه الليلة، أنه هو الآمين، أنه هو الشاهد، أنه هو الأمين الصادق، وأنه هو بداءة خليقة الله. بيرجع يوحنا يكمل الرسالة اللي وصلته، رسالة إلى ملاك كنيسة لاودكية، يرجع ويقول الكلام اللي الرب يوجهه لي وليك وليك النهاردة. أنا عارف حالك، كلمة أعمالك تعني أنا عارف حالك، عارف حياتك الداخلية، عارف شخصك، أنت مش غريب عني، أنا عندي القدرة على كشف المستور، أنا عندي قدرة على رؤية الأعماق، أنا عارف حالك. طب إيه حال الكنيسة ديت؟ ما قالهمش الرب أنا بشكركم، أنتوا شغالين، أنتوا كويسين، انتوا بتعملوا عمل بتخدموا الرب في كذا كنيسه، الرب قال لهم انتوا ليكوا محبه وانتوا ليكوا خدمه وان انتوا بتكرهوا الخطا، ما قالهمش كده للاسف. لم يقل لكنيسه لاودكيه اي من هذا الكلام، بل راح قال لهم ايه الرب؟ قال لهم انا عارف حالكم، انكم لستم باردين ولا ايه حارين، لا انت بارد ولا انت حار، انت في النص، انت 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 عايز تمسك العصايه من النص، ماشي بمبدا خير الامور الوسط، بس ما تنفعش دي مع الرب. المساومه، الفاترين هم مين؟ المساومين، اللي بيفصلوا كتير، اللي عايز يمسك العصايه من النص مع ربنا، عايز يعيش مع ربنا بس في نفس الوقت مش قادر يدفع تكلفه وثمن الحياه والعيش مع الرب. هؤلاء الذين لم يكونوا باردين ولا حرين، غير مبالين بالأمور الروحية، غير مبالين بالرب أصلا يا جماعة. فالرب قال لهم يعني أنتوا لا باردين، لا أنتوا أخدين قرار وتقولوا كده بصوت عالي إحنا مناش دعوة بالرب، إحنا عارفين إن إحنا بعداء عنه، وإحنا عارفين إن إحنا مناش علاقة بيه، وإحنا بنعلن وبنعترف بده، ولا أنتوا حرين، أي أنتوا متمسكين بالرب وعايشين في قوة روحية، وزي ما رومية 12 بيقولوا حرين في إيه؟ في الروح، عابدين إيه؟ الرب. أنتوا مش كده برضو، أنتوا مش قادرين تقولوا متى 22-37، بيقول إيه متى 22-37؟ تحب الرب، قول معايا، إلهك من إيه؟ من كل قلبك ومن كل نفسك
ومن كل فكرك ومن كل قدرتك. انت مش قادر تقول ده. فبيقول له انتم لن تكونوا لن تبردين ولن تحرين. طب ما انتوا ايه؟ فاترين. اخواتي الاحباء، ربنا في هذه الليلة عايز يقول لي ويقول لك انا عمري ما اقبل حياة الفتور. هو كده قال كده اهو، قال لهم هكذا لانك ايه؟ فاتر. ليتك كنت باردا او حارا، لا هكذا لانك فاتر ولست باردا ولا ايه؟ حارا. وبعدين الرب راح جه على طول قال لهم كده، انا اللي هعمله على فكره، على فكره انا هعمل حاجه. ايه يا رب اللي هتعمله؟ اقرا معايا عدد 16، انا مزمع ان. عارفين ليه؟ ما هو الحاجه الفاتره بصراحه مش حلوه، يا اما تشرب حاجه ساقعه يا اما تشرب حاجه ايه؟ سخنة. لكن تشرب حاجة بين البنين شاي اللي هو بارد ده مش حلو، القهوة اللي باردة مش حلوة، الأكل اللي بارد لا هو سائع ولا هو سخن، حاجة كده في النص، حاجة غريبة شوية، حاجة ملهاش معنى، حاجة ما تعرف لهاش يعني لون ولا شكل ولا ريحة ولا طعم. الرب راح قال لهم كده، على فكرة كل مؤمن يعيش حياة فتور هذا المؤمن، الكتاب بيقول اهو، كتابي يوجه. على فكرة الكلام هنا موجه لمؤمنين ولا موجه لغير مؤمنين؟ لا أسمع من حضراتكم معلش بعد إذنكم، يعني يلا آخر حد كده وشجعونا. الكلام ده المؤمنين ولا غير مؤمنين؟ لمؤمنين. طب الكلام دوت طالع من مين؟ من يوحنا ولا دي رسالة يسوع المسيح للمؤمنين؟ المؤمنين، لأنه قال له اكتب يا يوحنا، مش أنت اللي بتقول، أنا اللي بقولك بس أنت تعمل إيه؟ اكتب، اكتب رسالة. فهذه الرسالة أخواتي الأحباء موجهة للمؤمنين، وهذه الرسالة للمؤمنين رسالة واضحة محددة خطيرة، هو أن إن بقيت فاتر أنا مزمع أنا أتقيأك من فمي. يا جماعة النهاردة الرب جاد فيما يقول، الرب جاد فيما يصرح به. هذه الكنيسة التي لم تكن تبالي، عايشة في حياة غير مبالية، فقدت الارتباط الحقيقي بالكرمة، عاشت حياة عزلة. طبعا الكتاب وصفها فيما بعد في وصف ليهم، هم شعارين ان هم دايما ايه؟ أغنية. بيقول كده انك انت غني وانا كمان مستغني عن، وانا كمان لحاجة لي لايه؟ لشيء. انا جامد، انا قوي، احنا بنعرف كل حاجة، احنا قدام قوي، احنا فاهمين الحياة ماشية ازاي، احنا دخلنا اوقات في حاجات قبل كده وعرفنا نطلع منها، هنطلع من اللي جاية واللي وراها واللي بعدها واللي بعدها. هؤلاء الفاترين يبدو للناس كويسين وحلوين، ويبدو لانفسهم حلوين وكويسين، معميين عن حالتهم الحقيقية، غير مدركين ذواتهم. اخواتي الاحباء، ان من اصعب الاحوال الروحية التي يقع فيها المؤمن مش حالة الضعف، مش حالة انك انت تكون عندك خطية مغلوب منها، وان كان هذا شيء صعب، لكن عارفين اصعب حالة المؤمن يعيش فيها هي ايه؟ عدم ادراك حالته. هو مش شايف نفسه، هو حاسس نفسه ان هو ايه؟ احسن واحد، انا مية مية، انا افضل من ناس كثيرة. يجي الرب يقول له على فكرة انت كذا وكذا. الرب جه شاور، بس قبل ما يجي الرب يشاور، بعتقد في شهر 11 يمكن او 10 او 11 او 12 في 2018 الرب ادانا رساله عن الفاترين. انا هعيد مع حضراتكم بس قراءه صفات الفاترين مكتوبه في كتاب اسمه تغيروا للسبع خطوات او زماله سبع خطوات، لو تحب ترجع. علامات الفتور ايه هي؟ هنقراها مع بعض على الشاشه. بعتذر لاخواتي اللي بيشاهدونا مش هتلاقوا الكلام مكتوب يعني تحت لانه ما اديتوش للكنترول، فبعتذر جدا، ممكن تتابعوا معانا، انا هقرا على مهلي على قد ما اقدر. بيقول ايه؟ الفاترون يحضرون الكنيسه واجتماعاتها بانتظام الى حد ما، بالعكس يطلب منك كمان انك انت ممكن تكتر الاجتماعات، يعني خلي اجتماعات دايره كده كده ايه موجوده. ليه؟ يعني حسينا ان احنا عايزين نيجي اهو، اجتماع ايه داير، يعني حسينا ان احنا ما حسيناش اهو، انتوا دوروها برضو. فهو يحضر الاجتماع وبانتظام، وهذا متوقع منهم، هذا هو ما يعتقدون ان على المسيحيين الملتزمين، ما بين علامتين تنصيص يعني،
فعله، لذلك يذهبون للكنيسة. الفاترون يعطون من أموالهم للمحتاجين للأعمال الخيرية طالما كان هذا لا يمس مستوى. وبالعكس أنا عايز أضيف كمان وأقول يعني أوقات ناس كثيرة تعطي من الفتات الساقط من موئدة، بيبقى عنده كتير وغير مبالي بعمل الله، غير مبالي بالكرازة، غير مبالي بزرع الكنائس، غير مبالي بنشر الإنجيل، غير مبالي بالخدام، غير مبالي بأي شيء. هو لو أعطى يقول لك نعطي شوية الفقراء ويعني كده حلوين قوي كده. الفاترون يهتمون أكثر برأي الناس في أفعالهم، أهم حاجة رأي الناس وفي خدمتهم أكثر من اهتمامهم برأي الله في قلوبهم وحياتهم. الفاترون يميلون إلى اختيار ما هو متعارف عليه، يعني كل الناس بتعمل كده، كل الكنائس بتعمل كده، فتعالوا نحن نعمل كده برضو، كل الناس عايشة بالطريقة دي فيلا نعيش بالطريقة دي، أكثر مما هو صحيح. عندما يواجههم خلاف ما بيعملوا الايه؟ الموروث. الفاترون لا يريدون حقا أن يخلصوا من خطاياهم، هم فقط يريدون أن يخلصوا من أجرة الخطية أو عقاب الخطية. الحمد لله أن جينا وبعدين رايحين السماء، مش مشكلة بقى نفضل زي ما احنا، عندنا نفس الخطايا وعندنا نفس المشاكل وعندنا نفس الأفكار وعندنا نفس القيود وعندنا نفس الجذور الفاسدة وعايشين في نفس الظلمة، مش مشكلة احنا كويسين كده هو الحمد لله. الفاترون ربما يلهون ويشتمون ويحلفون بمعدل أقل من المعتاد، وهم يساوون حياتهم الطاهرة جزئيا مع القداسة. يعني لك الحمد لله أنا ما بعملش كتير الحاجات دي، بس بتعملها، هي القضية في كتير وقليل ولا القضية في اتجاهات قلب فاسدة. الفاترون يتأثرون بالقصص التي تحكى عن الناس، عن أناس يفعلون أمورا عظيمة من أجل المسيح، يقول لك ياه ده احنا لما سمعنا عن فلان ده حاجة عظيمة، إلا أنهم لا يفعلون شيء، قاعدين كده سميعة. هم يفترضون أن مثل هذه الأفعال للمين بقى؟ للمؤمنين الأتقياء، لبعض المؤمنين المعينين، للقادة والخدام متفرغين، لكن احنا زي ما احنا قاعدين. الفاترون نادرا ما يشاركون إيمانهم مع جيرانهم وزملائهم وأصدقائهم في العمل والشارع، هم لا يريدون أن يرفضوا أو إيه يواجههم متاعب، ما بيتشاركش إيمانه مع الناس، هو ساكت زيه زي غيره. الفاترون يقيسون حالتهم الأدبية يعني أخلاقي وسلوكي أو صلاحهم عن طريق مقارنة أنفسهم بالعالم، وإيه كمان يا جماعة؟ ونظامه. طب العالم ونظامه، نظام إيه نوعه ده؟ فاسد ولا جيد؟ فاسد جدا يا جماعة. يا جماعة الكذب يتقدم في العالم قبل الصدق، الرياء قبل الحقيقة، الظلم قبل العدل، الإحسان قبل الشر، النجاسة قبل القداسة، هذا نظام العالم، لأن العالم وضع فيه الشرير. والكتاب بيقول أن العالم يمضي وشهواته، هيئة هذا العالم تحصل لها إيه؟ تزول. فبيقول إن الفاترون يقيسون حالتهم الأدبية بالناس اللي أقل مقارنة أنفسهم بالعالم ونظامه، أو على أفضل تقدير بأقرانهم داخل الكنيسة. ما المفروض نقارن نفسنا بإيه يا جماعة؟ إيه رأيكم؟ مين المقياس بتاعي؟ يسوع. وإيه الدستور بتاعي؟ كلمة الله، مش فلان اللي قال وفلان اللي عاد وفلان أحسن وفلان أقل. الفاترون يقولون أنهم يحبون الرب يسوع وأنه بالفعل جزء من حياتهم، ولكنه لا يتعدى كونه جزء، ها؟ مش كل. فهم يعطونه جزء من مالهم، وجزء من وقتهم، وجزء من تفكيرهم، لكن لا يسمح له بأن يتحكم في إيه؟ يقول لك أنا اتخرجت من الكلية، لازم أشوف نفسي بقى، عايز أشوف طريقي، أنا خلاص جالي كذا، أنا عايز أشوف شغل. ده إيه معناه؟ ده انعكاس حقيقي لحياة روحية يا جماعة فاترة. الفاترون بالمناسبة اوعى تنسى ان الرب قال عن شعب كنيسة لاودكية انه ليس باردا ولا، لانك لست باردا ولا، انا مزمع انا اتقيا الفاترون من فمي. الفاترون يحبون الله لكنهم لا يحبونه من كل قلبهم، متى 22، ولا نفسهم ولا من قدرتهم. الفاترون يحبون غيرهم
ولكنهم لا يسعون لأن يحبوا غيرهم قدر محبتهم لأنفسهم. لأن متى 22:39 بتقول إيه؟ تحب قريبك كنفسك. الفاترون يخدمون الله والآخرين، ولكن هناك حدود لما يمكن أن يفعلونه ولما قد يعطونه من الوقت. يقول لك أنا هدي على قد ما أقدر، أنا هدي على قد ما أنا قادر. نعم، الله مش بيقول لك تعمل حاجات أكثر كثيرة من قدراتك التي وهبها لك وأكثر كثيرة من مواهبك التي وهبها لك، لكن الرب يريد الكل. تفرق كتير، تفرق كتير من أن الرب مش طالب منك تروح تغزو العالم وتعمل. الرب طالب منك على قد قدراتك ومواهبك، بس الرب طالب منك أن تعطيه إيه؟ الكل. وقتي للرب، مجهودي للرب، المجهود اللي عندك. هتيجي تقول أنا بدي المجهود، هو ده اللي أنا قادر أعمله، أنا في الصيف هخدم، طب في الشتاء في مدارس وبرد، طيب أنا في الأجازات ممكن أدي وقت، بس وقت المصايف سيبني أسبوع قبل المصيف وأسبوع أثناء المصيف وأسبوع راحة من المصيف، فثلاث أسابيع كده يضيعوا في أي حاجة. طب معلش أصلي في المناسبة دي دخل علينا، أصلك في مش عارف إيه بيحصل، فتلاقي كده السنة إيه يعني اتكلت. أنت بتدي للرب في الآخر مجمل كده على بعضه، يعني كده على بعضه. إحنا بنتكلم هنا على إعطاء الوقت والمجهود للرب، مش إنك تيجي تحضر الكنيسة فقط. تيجي تجد كده لما تيجي تعملها اجمالي، الناس شطار في الحساب اللي بيحسبها بالورقه والقلم دايما، يجد كده ان كل اللي اعطاه في 365 يوم ما يتعدوش مثلا كده بتاع ايه 240-300 ساعه، يعني كده بتاع 10-12 يوم. ده كبير كده كده. يا رب احنا حلو مع بعض، وانت عارف الظروف، ونشوفك السنه الجايه ان شاء الله عام 23. احنا دخلنا 22 خلاص، مش لسه عايشين في 21. 21 خلصت خلاص، سنه خلصت. طيب الفاترون يخدمون الله والآخرين، ولكن هناك حدود لما يمكن أن يفعلونه ولما قد يعطونه من الوقت والمال والطاقة. الفاترون يفكرون في الحياة، بصوا الجاية دي جميلة، أكثر مما يفكرون في الأبدية. يعني الأربعة وعشرين ساعة منهم ست ساعات سبع ساعات نوم، تبقى مثلا 18-19 ساعة. التمنتاشر 19 ساعة دول غالباً هم تفكير في الأرض والأمور الأرضية والعمل والشغل والمال والدراسة طول الوقت. هو بيفكر، هو طول الوقت خلاص هو مضغوط، هو ذهنه لم يتغير ولم يتعلم أن يفكر دائما في مين؟ في الأبدية وفي السماء. الحياة اليومية معظمها يدور حول ما يجب فعله اليوم، حول ما يجب فعله هذا الأسبوع، حول ما يجب أن نحضر له الشهر القادم. نادرا ما يفكرون في الحياة الأبدية. والمناسبة أنا عايز أقول لك أن الحياة الأبدية مش هي الزمن اللي نقضيه مع الرب، الحياة الأبدية هي مين؟ هي يسوع. ها يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أنت. هذه الحياة الأبدية، يوحنا 17:3، أن يعرفوك أنت. الفاترون ممتنون، يعني عندهم امتنان من أجل الكماليات، يسعون دائما من أجل الكماليات، هو وسائل الراحة التي لديهم. نادرا ما يضعون في الاعتبار اعطاء اكثر ما يمكن اعطائه للكنيسه والمحتاجين والفقراء. الفاترون عاده عندما ياتي الاختيار امامهم بين وقت للترفيه والخروجات والراحه والاصدقاء مقابل وقت لله في خلوه او صلاه او حتى لقاءات عاديه، عاده ما يختارون الاول، معللين ذلك بالعديد من الايه؟ من الايات الروحيه والامور الروحانيه والى اخره. الفاترون لا يشكرون الله إلا والحياة مستقرة ولا يوجد احتياج. الفاترون يفعلون ما هو ضروري لكي يجنبوا أنفسهم الشعور بالذنب، وهم يريدون أن يفعلوا الحد الأدنى. الفاترون يشعرون بالأمان لمجرد أنهم يحضرون الكنيسة أو الاجتماع أو مجموعة، أو لأنهم أعلنوا إيمانهم في عمر صغير، أو لأنهم يخدمون داخل الكنيسة. الفاترون لا يحيون بالإيمان، فحياتهم منظمة وإيه كمان؟ ومدروسة، وإيه كمان؟ ومكتوبة. ويقول لك الرب قال احسب النفقة. حبيبي احسب النفقة في التلمذة، احسب النفقة في تبعيته، مش تقعد تحسب النفقة في حياتك. ما بقولكش إنك تمشي مهرجل، لكن عارفين حياة الإيمان هي حياة الاتكال على الرب، هي حياة عدم عولان الهم الشهر الجاي ناكل ايه ونشرب ايه وجبنا فلوس منين، هي حياة عدم عولان الهم في امور الحياة الصعبة. حياة الايمان هي حياة المخاطرة مع ربنا. الفاترون لا يحيون بالايمان، فحياتهم منظمة ومدروسة بحيث لا يضطرون لان يحيوا بالايمان. هؤلاء هم الفاترون.
رؤية 3:15 كلمات مهمة. أنا عارف أعمالك أنك لست باردا ولا حارا، ليتك كنت باردا أو حارا، هكذا لأنك فاتر ولست باردا. ثلاث مرات الرب يقولها الحاجتين دول، ثلاث مرات بيكررهم. عايز الرب يأكد أنا مزمع أن أتقيأك من فمي. عايز قبل ما أطلع من الحتة ديت ونقضي وقت في الصلاة مع بعض، الرب لما جه بيقول كنيسة لاودكية وشعب الكنيسة، تقول لي طب ليه بيقول للشعب؟ لأنه قال كده أنا ذا واقف على الباب وإيه؟ طب بعدها قال إيه؟ إن سمعتم صوتي وفتحتم الباب، صح ولا قال إيه؟ إن سمع أحد، يعني كل واحد مسؤول عن نفسه هنا. وحتى في آخر الرسالة هنا وفي كل الرسائل السابقة قال من له أذن، من له أذن للسمع فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. فالرب جه قال لهم يا جماعة أنا عايز أقول لكم شيء، على فكرة أنتوا إيه مشكلتكم؟ أنكم أنتوا دماغكم رايحاكم، دماغك مريحاك، أنت عاجبك نفسك، أنت تقول أني غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء. يعني عايشين بإيه؟ بمبدأ إيه؟ نحن بقدرتنا نستطيع أن نفعل كل شيء. ده عكس آية إيه؟ آية يوحنا 15:5، لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا. دول عايشين بالفكرة دي، نحن بقدرتنا نستطيع أن نفعل أي شيء. إحنا درسنا وإحنا عندنا شهادات وعندنا درجات علمية وعندنا تاريخ كبير وعندنا إرث، إحنا نقدر نعمل أي حاجة، إحنا أغنياء ومستغنيين عن ولا حاجة لنا لشيء. يا رب احفظنا في هذه الكنيسة من أن نكون في هذا الحال. مين يقول أمين معايا؟ عارفين يا جماعة إحنا عايزين كنيستنا هنا تكون دايما شعبها راكع على ركبه ومنبطح على وجهه يقول يا رب إحنا من غيرك ولا حاجة، إحنا من غيرك ما نعرفش أي حاجة، إحنا من غيرك مكسورين وضعفاء ومهزومين، إحنا فقط بيك، بيك يعظم انتصارنا. يا رب أنا بصلي من أجل الكنيسة، مش لأجل الكنيسة الاجتماع والكنيسة الأمور بس الأنشطة الكنسية، لا بصلي من أجل الكنيسة الشعب. يعني تروح بيتك تقول له يا رب أنا بركع النهاردة أنا وزوجتي ولا حاجة من اللي حصلت في البيت دي، ولا بيتي ولا عيالي ولا مني. كم واحد حس ان رب قال كده في لوقا 16؟ لان ليس احد حياته من امواله. مين يرجع البيت يركع يقول يا رب انا ممتن ليك يا رب، انا عايز اكمل حياتي وانا مرتصق بيك وانا مرتبط بيك وانا مخاضع ليك وانا متواضع تحت ايديك، مش لاني اتعلمت، مش لاني قادر، مش لاني ابويا ساب لي تركه ولا ورثه، ولا انا مكمل في الحياه، انا مكمل بس لاني انا معاك وانت معايا وهفضل ماسك فيك وهفضل اعلم بتواضع ان انا ولا حاجه من غيرك. مين هيرجع الكليه بتاعته ومدرسته وعمله يعيش الحياه اللي هي بعيده عن الفتور التي فيها اعلان بانك انت مصدر ومنبع وسبب حياتي؟ هو ليه الرب قال لهم انا بدأت خليقة الله؟ عايز يقول لهم انا منبع كل شيء. انتوا فاكرين ان كنتوا انتوا اللي عاملين كل حاجه يعني وانتوا الشطار؟ طب انا بدأت خليقة، انا كل حاجه، انا سبب كل شيء، انا عايزكم ترجعوا تاني تلتصقوا بي. ده اللي ختم بيه الرب الرساله. قال لهم انتم اغنياء تقول اني غني استغنيت لا حاجه الا شيء، مال انت ايه بقى؟ ولست تعلم، ولست ما عندوش اي ادراك لذاته، فاكر انه احسن واحد، يبقى كده يعني ماشي ارض تهدي ما عليك يهدي. ناس غزوه بالافكار الكاذبه دي، البيت بتاعه رباه بطريقه معانه ان هو اجدع واحد، فيجي الكنيسه كمان داخل مع اخواته هنا ده انا احسن ايه واحد، ولو ما حدش قدره التقدير الصح ليه بقى عمل ايه؟ اتزربن واتقمص وبقى قميص وبقى حاجات تانيه كتير. اخواتي الاحباء لست تعلم، لست تعلم انك انت الشقي والبائس، يعني عايش في شقاء. ها بكلمه انجليزي اسمها ميزربل، شقي وبائس، يعني مثير للشفقه، مثير للشرف. بيقول لك انا شفقان عليك، انت حاسس انك انت مية مية وانا شفقان عليك. لست تعلم انك انت الشقي والبائس، وايه ثلاث حاجات تانيين بقى؟ فقير واعمى وعريان.
طب ما ايه ارشاد الرب لينا النهارده؟ ايه اللي نعمله بقى؟ الرب بيرشدنا، بيوصف لينا وصفه. المدينه ديت كانت عندها شغل كتير قوي في صناعه الصوف، وكان عندهم شغل كتير قوي في صناعه الادويه وبالاخص المراهم اللي هي زي الكحل، وكان عندهم شغل كتير جدا في المصارف البنوك. بداوا اشكال شكل من اشكال البنوك زمان، يعني البنوك دي حاجه حديثه. فالرب قال لهم انتوا عارف انتوا حاسين ان كنتوا عندكم تجاره وعندكم علم وابحاث علميه وعندكم كمان فلوس، انتم عمي وفقراء وعريانين. طب ايه اللي بنصحكم عليه؟ بنصحكم على التالي، انكم تيجوا تشتروا مني. مهم قوي تشتري ايه؟ مني. يعني عايز الرب يقول لك ايه؟ لو انت عايز فعلا تحصل على شيء في حياتك وتشعر انك انت امتلكت ويشعر انك انت عندك حاجه، لازم تاخدها من فين؟ مني. ده نفس الرب قاله في اشعياء 55. تعال افتح معايا الكتاب نقرا مع بعض اشعياء 55، معروف، كلمات معروفه لينا. اشعياء 55، اشعياء يوجه النداء والرب يوجه النداء. ايها العطاش جميعا هلموا الى المياه، والذي ليس له فضة تعالوا اشتروا، وإيه كمان؟ وكله بفلوس ولا ببلاش؟ ببلاش. هو مين هو إيه اللي أقدر أدفعه قدام الرب عمله معايا إن شاء الله؟ ولا حاجة. هو حد يكون فاكر إنه ينفع يشتري أي شيء من ربنا بأي حاجة من اللي عنده. أخواتي الأحباء، نحن لا نملك أي شيء. ولو عشت بالقداسة، أوعى تقايد ربنا بانتظامك وسلوكك الكويس، بتقيده بانه يباركك ويعمل. دي مش مقايده، دي دعوه ان تعيش بالقداسه. ليست لها علاقه بالمقايدات، ليست لها علاقه بان انا اعيش كويس فانت تبقى كويس معايا. ايه ده؟ اخواتي الاحباء، لا يمكن ولا نقدر ان ندفع اي شيء فيما عمله الله. تعالوا اشتروا كله، هلموا اشتروا بلا فضه وبلا ثمن، خمرا ولبنا. لماذا تزينون فضة لغير خبز وتعبكم لغير شبع؟ استمعوا لي استماعا وكلوا الطيب. طبعا لما تستمع للرب تشبع، ولتتلذذ بالدسم أنفسكم. عدد 6 بيقولوا اطلبوا الرب مدام يوجد. قول معايا شعب الرب، يلا مرة كمان يا شباب، اطلبوا الرب، ادعوه، كمل معايا، ليترك الشرير ورجل الإثم أفكاره وليتب إلى الرب وإلى إلهنا لأنه يكثر الغفران. فقال له أنصحك، أشير عليك، يعني أنصحك أن تشتري مني ذهبا مصفى. ذهبا مصفى هو رمز للبر الداخلي، بر المسيح اللي جوايا. الذهب المصفى أيضا إشارة للحياة المقدسة، حتى أن بطرس بيقول لهم في رسالته الأولى صح 1، لكي تكون تزكية إيمانكم. إيماني اللي هو حياتي، وهي أثمن من الذهب الفاني، مع انه يمتحن بالنار، توجد للمدح والمجد والكرامه عند استعلان يسوع المسيح. اقرا معايا عدد 7 مره كمان، لكي تكون تزكيه، وهي اثمن من الذهب. هو الرب بيشير عليا ان انا اشتري ذهب مصفى. ايه هو الذهب المصفى؟ حياه قداسه داخليه. طب ايه كمان ربنا بيشير عليا بيه وبيقترحه عليا وبينصحني بيه؟ اني مش بس اشتري ذهبا مصفى، لكن اشتري ثيابا بيضا لكي ايه؟ البس. ايه ده ثياب البيض؟ ثياب البيض هو حياه السلوك الظاهره قدام الناس. اخواتي الاحباء، صعب جدا اكون بدعي اني قلبي كويس واني ليه علاقه بربنا واني بعرف ربنا، وبعدين معاملاتي وسلوكي مع زوجتي ومع اولادي ومع من الذين اتعامل معهم في العمل او في الدراسه لا تعكس ابدا حياه قداسه حقيقيه. من سيصدقك؟ كيف تتبرر قدام الناس؟ نحن لا نسعى أن نتبرر قدام الناس، لكن نسعى لكي نحصل على قلب طاهر حقيقي ينعكس في حياة وسلوك حقيقي. أشير عليك أن تشتري مني أيضا ثيابا بيضا لكي تعمل إيه؟ تلبس. طب وإيه بقى ثالث حاجة؟ وكحل عينيك بكحل لكي إيه؟ طب البصيرة بقى، البصيرة والتبصر. هنا الرب لما بيقول لك خد كحل عشان يقول لك انا عايزك بقى تشوف نفسك، تدرك ذاتك، تنضج نضوجا وجدانيا. فالنضوج الوجداني من اهم سماته هو الادراك الذاتي. النضوج الوجداني من اهم سماته هو ضبط ذاتي.
النضوج الوجداني من أهم سماته هو أن يكون لدي الدافع السليم في كل ما أفعل. فعلاقتي بالرب دافعها محبتي، خدمتي للرب دافعها إكرامي له والعمل في ملكوته، عطائي للرب دافعه أني أكرم الرب من مالي. فعندما أنضج وجدانيا، عندما يكون لدي التبصر، عندما أبصر حالي، رب عايز دي كحل عشان عينك تتفتح، مش عشان تشوف أخطاء الآخرين، مش عشان تكون حكم وديان، مش عشان تكون أنت أنصح واحد. رب عايزك يديك كحل عشان تشوف نفسك. الرب قال لهم أنت لا تعلم، أنت مش عارف. لما هديك كحل هتعرف. تعرف إيه؟ تعرف حالتك. ولما تعرف حالتك تقول أنا بجيلك بتوبة حقيقية غيرني. كحل عينك بكحل لكي تبصر. بعدين الرب كمل الكلام بتاعه، قال إني كل من أحبه، يا شوف مع كل الضعف والشكل الرهيب بتاع الكنيسة دي، قال الرب قال لهم أنا إيه، ما زلت إيه بحبك. الرب يقول لك كل واحد النهاردة أنا بحبك. لو لقيت نفسك في أي حاجة من القائمة اللي قرناها من شوية عن الفاترين، الرب يقول لك برضو ما زلت بحبك. وإني كل من أحبه بعمل إيه؟ أوبخه. وأعمل إيه كمان؟ وأدبه. في عبرانية 12 تقرأ عنها، معناها أضبطه، أعمل له عملية إيه؟ ضبط. امبارح كنت ماشي بالعربية راجع من مشوار طويل، فشغلت الراديو، كل ما أجيب قناة وبعدين في قناة جبتها صمت بقى، فيش هش دي، هدوء. فبقول المذيعين جوه دول إيه، ماتوا ولا إيه اللي حصل لهم؟ بعد كده بعد وقت طويل مش عارف في صوت قطع مش عارف إيه، خلاص قلت الراديو ده بتاعي إيه، يبدو إن هو بايظ مش لاقط حاجة، وده راديو بيوش. عارف لما الرب يجي يقول لك انا عايز ادبك، عايز يعمل عمليه ايه؟ ضبط. ما عنديش وقت اقرا عبرانيه 12، ارجع اقراها. عبرانيه 12 الرب يتكلم عن عمليه الضبط. التاديب معناها الديسيبلين، معناها التشكيل، الضبط. الرب قال له انا بحبك ووبخك وبادبك، وايه كمان؟ كن غيور فتوب. اقرا عن التوبه في كورنثوس الثانيه 7 من فضلك. التوبة التي بحسب مشيئة الله، التوبة بحزن، حزن بحسب مشيئة الله. هذه التوبة التي تنشئ فيا إيه؟ تنشئ فيا الغضب من الخطية، تنشئ فيا الغيرة من تركها، تنشئ فيا الانتقام يعني الترك والعدل على الخطية والحكم عليها، تنشئ فيا انزعاج منها. التوبة الحقيقية تنشئ فيا أمور عظيمة فأترك الخطية. كن غيورا وتوب. وبعدين جه الرب قال أشهر آية اللي رسمت بها الرسمة اللي فيها المسيح واقف على باب برة وبيعمل إيه؟ بيقرع. هو الآية دي ليا للمؤمنين، مش للخطاة هنا، مش لغير المؤمنين. بيقول لهم على فكرة أنا طردت برة. حياة الفتور معناها أنا طردت برة، أنا لم أقعد بعد جالسا على العرش، بس أنا واخد موقفي. إيه موقفك يا يسوع؟ ما زلت واقف على الباب وأقرع. بيكلمك الرب كل الطرق، بتيجي الكنيسه بيكلمك، بتيجي المجموعه بيكلمك، بتشاهدني دلوقتي بيكلمك، بتشوف حادثه في الشارع ولا في الظروف، بيكلمك الرب، بيكلمك بكل الطرق. الرب اخذ الموقف ده مع انه ليه كل السلطان، ينفع يفتح الباب ويدخل بالمناسبه، بس الرب مش مقتحم. الرب لا يفعل مثل هذه الافعال الدنيئه بتاعت عدونا ابليس اللي دايما مقتحم. الرب ما مقتحمش، الرب واقف اخذ هذا الموقف، انا واقف على الباب واقرا. طب ايه يا رب اللي انت عايز تقوله؟ عايز ارجع عليك الشركه من جديد. يوحنا 14 بيقول كده، من يحبني يحبه ابي واليه ناتي وعنده نصنع منزلا. يعني علاقه بالقرب من الرب، ابقى مقرب. طالب القرب يا رب، طالب القرب، طالب القرب منك يا رب. مين هيسمع صوت الرب النهارده يفتح الابواب المغلقه قدامه؟ مين هيمنع الحدود؟ يرفع الحدود يقول له يا رب مالكش، انا ما عنديش حدود ليك انت، ما انت بص، انت صاحب مكان، انا ملكك، انت اعمل اللي انت عايزه. مين قادر يقول له كده؟ يقول له اعمل اللي انت عايزه. دي لما تفتح الباب للرب ويدخل الرب اليك يتعشى معاك وانت معاه، معناه ايه؟ معناه بتقول له بص انا سلمت كل شيء، انا رفعت رايه بيضاء. عدد 21 بيقول الكلمات الرائعه ديت، عدد 21 بيقول الكلمه، من يغلب فساعطيه ان يجلس معي في عرشي. ده عرش مين؟ ده عرش يسوع الانسان. كما غلبت انا ايضا وجلست في مع ابي في عرشه. يعني في عرشين هنا، عرش الله، الله الاب، الله الابن، الله الروح القدس، عرش الله.
في عرش ليسوع الإنسان. نعم فيليب 2 كنا بنقراه في وقت المائدة، أعطاه اسما فوق كل اسم لكي إيه؟ تجثو باسم يسوع. طب مين اللي بيكسر؟ مين بيكسر؟ ملك. الرب يقول لك أنا بقى إيه العرش بتاعي ده بحبوح، أنا عايز أجلسكم معايا. إيه ده؟ تواضع رهيب. يعني فوق كل الوعود، الوعد ده ختم الوعود كلها بتاعت السبع كنائس دي. من يغلب للغالب أعطيه أن يجلس معي في عرشي. اقرأ بقى في عبرانيين 3:1 وعبرانيين 8:1 وعبرانيين 10:12 وعبرانيين 12:2، كل الآيات دي بتتكلم عن كيف أن المسيح جلس على العرش. وعندما يجلس على العرش يقول لأحبائه الذين عاشوا بحرارة روحية، الذين عاشوا بقداسة حقيقية، الذين عاشوا حياة إيمان حقيقي، يقول لهم أنا عرشي مفتوح، تعالوا جلسوا معي. من له أذن للسمع فليسمع ما يقوله الروح. مين هيقول يا رب محتاج لك النهاردة؟ تعالوا نصلي مع بعض. هاليلويا هاليلويا. حاجتي دوما إليك، راحتي في راحتيك، كل أمري في يديك حبيبي يا يسوع. لست أحتاج سواك، ما عنديش غيرك أنت يا رب، أنت اللي أنا محتاج لك بس. يلا قول معانا هذه الكلمات في اسم الرب يسوع. هللويا لك المجد والكرامة. وانت في روح الصلاة كده ارفع قلبك بالكلمات ديت وقدمها للرب من قلبك، وقدميها للرب من قلبك، وقول له يا رب انا قلبي كله خاضع ليك في هذه الليلة يا رب، انا قلبي خاضع ليك يا رب، انا بعلن توبة حقيقية، كن غيورا وتوب. هللويا. حاجتي دوما إليك، راحتي في راحتيك، كل أمري في يديك حبيبي يا يسوع. ارفع قلبه يا رب أنا محتاج لك أنت وحدك. حاجتي دوما إليك، راحتي في راحتيك، كل أمري في يديك حبيبي يا يسوع. حبيبي يا يسوع، حبيبي يا يسوع، طبيبي يا يسوع، نصيبي يا يسوع، وحدك حبك ربي كثير، والدم الجاري غزل. صفحك عني، صفحك عني كبير حبيبي يا يسوع. حبك ربي كثير، والدم الجاري غزل. صفحك كبير حبيبي يا يسوع، حبيبي يا يسوع، حبيبي يا يسوع، طبيبي يا طبيبي يا يسوع، نعم، نصيبي يا يسوع، وحدك بالقدلوب. قبل ما نقول على التاني ده مع بعض، نفسه فعلا النهارده يمسك في الرب بقلبه، قول يا رب ودع حياة الفتور، لا أعود بعد متمسك بنفسي، أنا عايز ألزق فيك أنت الكرمة الحقيقية. أقف معايا، أقفي معايا، لو أنت نفسك النهاردة تودع حياة فيها لست باردا ولا حارا، تودع حياة فيها الانعزال عن الرب، تودع حياة فيها الانفصال عن مصدر الغذاء الحقيقي، تودع الحياة اللي فيها أنت تقول لنفسك إني غني واستغنيت ولا حاجة لي لشيء، لست أحتاج سواك يا رب، قلت لي في غرانا فاك أنت تملأ قلبي يا رب. مين يرفع إيده معايا؟ مين يقف معايا كمان؟ لو أنت قادر كده، ولو أنت تعبان قوي خليك قاعد، لو أنت قادر قول يا رب أنا بقف النهاردة بقول لك املأني يا رب، لست أحتاج سواك، لست أحتاج معك شيء،
يلا قول معايا: وحدك وحدك ملء الضلوع، لست أحتاج، لست أحتاج سواك، قلت لي فغارا نفاك، أنت تملأ فكاك حبيبي يا يسوع. سيدي قل له: أنت سيدي خير يا رب، أنت لي خير نصير، أنت خير لا سواك، أنت آت عن قريب حبيبي يا يسوع. ارفع قلبك مرة كمان قل له: أنت نصيبي، أنت سيدي حبيبي، أنت لي خير نصيب، أنت آت عن قريب من حبيبي يا يسوع. حبيبي يا يسوع، حبيبي يا يسوع، طبيبي يا يسوع، نصيبي يا يسوع، وحدك ملء الضلوع. حبيبي يا يسوع، طبيبي أنت، نعمل عمل نبوي الآن. كل واحد فينا يرفع إيده ناحية اللي جنبه واللي وراه واللي قدامه. رب، اتنبأ على حياة شعبك في هذه الكنيسة. ألا نعيش أبدا في فتور يا رب، لا في بيوتنا ولا في أشغالنا ولا في دراساتنا ولا في علاقاتنا ولا في المكان اللي ساكنين فيه ولا مع جيراننا. يلا ارفع صوتك كده وانت بتتشفع من أجل إخواتك اللي واقفين حولك، لو طبعا زوجتك واقفة جنبك أو بنتك أو ابنك أو أي حد من عائلتك. حلو جدا أن تصلوا من أجل بعض. ارفع إيدك يا رب: أنا بتنبأ على حياة إخواتي، لا فتور بعد الآن يا رب. يا رب أنا عايز عيني تنفتح يا رب، كحل عيني بكحل حتى أبصر أتبصر يا رب تبصرات جديدة. إخواتي الأحباء، لا عودة مرة أخرى للفتور، لا عودة مرة أخرى للضعف، لا عودة مرة أخرى للمساومة والمفاصلة مع الرب. عايزين نعيش حياة إيمان حقيقية، عايزين نعيش حياة حارة في الروح، حارين في الروح، عابدين الرب. هللويا هللويا هللويا، لك المجد والكرامة. ارفع ايدك ناحية اخواتك وتنبأ على حياتهم. يلا يا شعب الرب، هذا دور عليك انك ترفع ايدك وتنبأ على اخواتك واخواتك، ولو عندك زوجتك او شريك حياتك واقف جنبك تنبأ على حياته. قول: يا رب انا بتنبأ على حياة اخويا بالقوة الروحية، لا عودة مرة اخرى لحياة قلب ناشف. عايزين نعيش حياة فيها التهاب بالروح القدس، اشتعال بالروح القدس. هللويا هللويا هللويا، مبارك اسمك الأبد يا رب. لأجل هذا الحق اللي أعلنته لنا في هذه الليلة يعمل بصدى عظيم وببصمة أكيدة في قلوبنا جميعا في هذه الليلة. سيد الرب، يا رب أنا بشكرك، يا رب أنا بعظمك، يا رب أنا بباركك بعليك يا رب. تأخذ المجد وحدك سيدي، تأخذ المجد وحدك سيدي، أنت خيري، أنت نصيبي، المجد يا رب والكرامة لك، السجود والعبادة لك، الالتصاق بك أنت وحدك. ساعدنا نتكلم عنك، ساعدنا نشهد عنك، ساعدنا نخبر عنك، ساعدنا نكون حقيقيين يا سيد الرب. لما انفتحت جوه في قلبي عيون النور، ملا عيني جماله وبقى كل كان مستور. لما انفتحت جوه في قلبي عيون النور، ملا عيني جماله وبقى كل كان مستور. واسمع
اسمك يا الأبد يا رب، لأنك تحملنا ترفعنا وما زلت تحبنا محبة غير عادية يا رب. إن كنت تحبنا فأنت توبخنا وتضبطنا وتؤدبنا. ساعدنا أن نكون غيورين ونتوب يا سيد الرب. ساعدنا أن نشتري منك الذهب المصفى والكتان لكي ما يستر عورتنا والكح لكي ما يجعل أعيننا تبصر. أشكرك وأعظمك لأنك ما زلت تقف وتأخذ هذا الموقف بأنك تقرع الباب وتدعونا دعوة لطيفة بأن تدخل إلينا وتتعشى معنا ونحن معك. يا رب إحنا عايزين نقرب منك أكتر ونقرب منك أكتر ونقرب منك أكتر. أشكرك لأنك وعدت للغالب أنه يجلس معك في عرشك يا رب. وأذاننا مفتوحة لك، أذاننا وقلوبنا مفتوحة لك، نسمع ما تقوله لنا. اختم على هذه الكلمة، اضمن كل القرارات في هذه الليلة. اذهب مع أولادك وبناتك لبدء هذا الأسبوع بقوة جديدة، بفكر جديد، برأي جديد، بقلب جديد. أشكرك لأنك دائما تقبلنا عندما نأتيك قائلين أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. والنعمة ربنا يسوع المسيح، محبة الله الآب، شركة وعطية الروح القدس تكون معكم، تدوم فيكم من الآن وإلى أبد الآبدين. آمين. امدوا بسلام، سلام الرب معكم.